ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. راضي أنا مرابطة متخرجة من عام 2011 وعندي شهادتي ومستعداني نخدم في بلاصة خويا ومستعداني نعطي صدري اللي في بلاصة خويا ونخدم في فرملية وخدمت متطوعة في سبيطار مكني 4 سنين خدمت متطوعة كان فيكم فضالية تخدموني أني نخدم على صغار خويا على مرض خويا وعلى أم اللي هي في كفالته وأني اللي في كفالته الأخرى احنا نقفل وخايد له مهد خويا وصغيراتها ونقفل مهدي وبالحاستي ما حاجتنا بحد شيء حاجتنا قال كباشة نترانسونا بعين الرحمة ونخدم بذراعنا وما طالبين حد شيء شهرته وخايا وخدمة ليان نخدم بها على هالمرأة وعلى هالمرأة وحووا الزيون يا زيونة ورحمونا قداش من مرة أنا بعث لكم مطالب وقداش من مرة نقول لكم أنا خدمت لكم متطوعة قابلت الوالي وقابلت المعتمد قلت لكم دخلوني على الالية 16 من 2011 دخلوني على حضاي كل مرة يقولوا لي أنا بعثولك أنا بعثولك طاوة الوقت طاوة شيء الوقت باش تعوضوني كل شيء طاوة بحق شيء الوقت باش أني الأخرى نحس لأني عندي قيمة ونحس لأخويا كي يعطي ستره مش خسارة في بلاده واللي بلاده مش تكفيه وش تخدم أخته باش كي تأخته تهز راسه وتخدم على عائلته وما تيجي لحد حد أخواتي الأخرين كل بصغارهم عندهم عيال في شرطهم وأني مستعدة نتكفل بعضهم بالصوت بصغار خويا ما عندي حتى مزية مزيتكم وفضليتكم تخدموني أني على هذا.